مقاعد البرلمان اللبناني لن تبقى على حالها، فالصفوف الأولى التي احتلها حزب الله وحلفاؤه تبدلت، وأكثرية البرلمانية لم تعد قائمة. النتائج النهائية للانتخابات أعلنت، وحصل الثنائي الشيعي وحلفاؤهما على 59 مقعدا من أصل 128، فيما حقق معارضو حزب الله بمن فيهم حزب القوات اللبنانية مكاسب هامة جعلت منها الحزب المسيحي الأكبر في البرلمان. لكن التوزيع الحالي للمقاعد يترك البرلمان منقسما إلى معسكرات عدة لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، ما يجعل السيناريوهات تتجه إما لشلل سياسي قد يؤخر الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية، أو إلى تشكيل جبهة معارضة موحدة تواجه معسكر حزب الله وحلفائه الموالين لإيران. وما يعزز ذلك الاتجاه وجود النواب الجدد من المستقلين الذين سيكون في إمكانهم للمرة الأولى ممارسة ضغوط سياسية من داخل البرلمان.